هذا وقد أبدى العديد من التجار حجم الرضا الكبير للقرار الذي صدر عن اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، والمتعلق بإلزام بعض المحال التجارية والمطاعم المختلفة بإغلاق أنشطتها البيعية الداخلية والاكتفاء بخدمات التوصيل المنزلي والخدمات الخارجية لتسويق منتجاتها، وذلك تماشيا مع الإجراءات الاحترازية والتدابير الحكومية المتخذة لاحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد من خلال تطبيق مبدأ التباعد الاجتماعي ومنع التجمعات. محمد الرشيدات والتفاصيل. البحرين وكل من تطأ قدماه أرضها فوق كل اعتبار، ومن أجل تأكيد ذلك في كل لحظة تتوالى القرارات الحكومية الجادة والصائبة لكبح جماح انتشار فيروس كورونا المستجد والعمل على تفادي زيادة نسبة الإصابات داخل المملكة. قرارات يتم فرضها بعدما تقرأ الجهات الرسمية المعنية حجم الضرر الآتي من وراء تشكل التجمعات واستمرارية الأنشطة التجارية التي تعد بيئة مولدة لخطر يتوارى عن الأنظار ولا يمكن حصي ما قد يخلفه من أسواء صحية في محيط قد ينشط فيه نقل العدوى جراء حدوث المخالطة والتعامل المادي بين المستهلك والتاجر. اليوم البحرين تمر بأزمة والحكومة تبذل الغالي والنفيس، والمجتمع المدني والتجار وحتى المواطنين يبذلون كل ما في وسعهم أن نعدي هذه الأزمة بسلامة. القرار في إغلاق المحلات يصب في مصلحة التجار نفسهم، يصب في مصلحة المواطنين نفسهم، سلامة المواطنين وسلامة التجار تهمنا، ونتمنى من الكل أنه يتعاون. إغلاق المحلات التجارية ترى شيء وايد مهم، مهم الواحد على سلامة المواطن البحريني والمقيم اللي في مملكة البحرين. فأنا عندي هذا الاقتراح أو اللي يعني خبروني بإغلاق المحلات، هذه قرار صائب يصب في مصلحة المواطن البحريني حفاظا على سلامته وصحته. وعلى الرغم من وجود بعض الاستثناءات في قرار إغلاق بعض المحال التجارية والمطاعم بأنشطتها المختلفة والتي عفيت من التقيد ببنوده، إلا أن مالكي المنشآت التجارية التي خصها القرار بالإقفال لم يظهروا أي شكل من أشكال الامتعاض والاحتجاج من باب انتمائهم المجتمعي وماهية القناعة التي تشكلت لديهم على أن هذا الفعل يأتي ضمن الجهود الهادفة لاحتواء الفيروس وتطبيق مبدأ التباعد الاجتماعي حرفيا وضمن آلية عمل ممنهجة. قرار إغلاق المحلات التجارية يصب في مصلحة المواطنين جميعا، وراح يكون خطوة جميلة وقوية في مواجهة الكورونا. الله يحفظنا ويحفظ الجميع يا رب. طبعا أنا أيد قرار إغلاق المحلات بعيدا عن التجمعات حفاظا على الوضع الحالي. إن شاء الله يكون هذا القرار في صحة الجميع. أكيد أنا طبعا مع هذا القرار من أجل صحة الشعب، من أجل حياة المواطنين كلهم. وبكمال الوعي وبتأصل الحس الوطني في دواخلهم الحريصة على عافية البحرين وشعبها والمقيمين على أرضها، جاءت استجابة العديد من أصحاب المحال التجارية والمطاعم لقرار الإغلاق والاكتفاء بخدمات التوصيل المنزلي والخدمات الخارجية لتقديم منتجاتهم اعتبارا من يوم غد الخميس ولغاية تاريخ التاسع من الشهر القادم. لتلفزيون البحرين، محمد الرشيدات.